فيليب لام. يا الله، واو 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 يا جماعة، شو يو، من وين، من بين رجليه اخذ اللاعب، وبالزاوية البعيدة. ظهير انت مو جناح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من نار أسوري جيمر، معكم اليوم مقطع جديد. أنا بهذا المقطع آخر الأهداف لأساطير كرة القدم مع أنديتهم قبل الرحيل، يعني آخر هدف سجلوه الأساطير مع أنديتهم قبل ما يرحلوا، سواء اعتزلوا أو انتقلوا لأندية أخرى. فبتمنى قبل ما نبدأ دعمكم، زر لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. لكن قبل هيك حابب لكم ألف مبروك عليكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والله يتقبل طاعتنا جميعا. فبالنسبة لجدول القناة، فقلت إنه راح بينزل 3 مقاطع يوميا، لكن ما عرفت الوقت بالضبط اللي راح تنزل فيه المقاطع. راح أقول لكم عنه بالمقطع الجاي، يمكن رح احاول اني اقول لكم عنه، لكن ان شاء الله دعمكم يكون اسطوري. ورح يعني 90 مقطع برمضان، بتعرفوا هالشيء قديش بده ياخذ وقت، فلا تقصروا معنا بالدعم، سواء بالاشتراك، باللايكات، بالنشر، فبتكون ساعدتني بشكل كبير. وان شاء الله المقطع الثالث رح بيكون غير، يعني غير عن المقاطع اللي بننزلها عاده، اللي هي رده الفعل وفيفا، فبننزل اشياء ثانيه باذن الله انها تعجبكم. فهذا المقطع عنا، خلينا نبدا ونقول بسم الله. يو رونالدينيو بالبدايه. آه يا قلبي، والله رونالدينيو. انزاغي قائد الهجوم الذهبي لميلان، ويراول كمان، بيرلو، والله قديش في اساطير معناتها بهالمقطع. كاكا، والله اوكي، وآلان شيرر كمان هون، والله في كتير لعيبة يبدو. كريستيانو رونالدو، واو اوكي. هاي يا الله، هذا اخر جول لرونالدو، واحتفال مع مين؟ مع مارسيلو. شوف بالراس، اخر جول حلو، يعني من الاهداف المعتادة لكريستيانو رونالدو، والارتقاء اللي جدا رهيب. وما بعرف اذا كان اللاعب عرفان انه هذا اخر جول له ولا لا. اندريس انيس، شوف يا الله يا اخي، هذا اخر جول لك، هيك احترم الخصم على الاقل. والله راوغ الحارس وحطه بطريقة مو طبيعية. لحد الان انيستا وكريستيانو هيك، او كريستيانو بعدين انيستا ورا بعض. واو، ابراهيموفيتش مع البي اس جي. خلينا نشوف شو عمل ابرا. طيب فينش على الرايق، ما عنده اي مشكل اللاعب. شوف بوم، خلصت القصه. فيليب لام، يا الله، واو 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 يا جماعه، شو يو، من وين، من بين رجليه اخذ اللاعب، وبالزاويه البعيده. ظهير انت مو جناح. لا اله الا الله. شوف تشافي، اوه هاي المباراة كنت عم بتفرج عليها والله يوميتها. يا الله، شو هدف رهيب، يمكن خلصت 4-0 على ما اذكر هاي المباراة. واو، كانت وقتها اللي بيسجل هدف بيصنع اللي بعده بهاي المباراة، يعني ديل بييرو. يا الله، شوف كان كونتي وقتها مدرب يوفنتوس. شوف كيف وقف هيك على الرايق، على الزاوية البعيدة بكل بساطة. مارادونا مع الأرجنتين. يا جماعة، شو هالمنتخب اللي مو طبيعي هاد؟ فهذا المقطع عنا، خلينا نبدأ. يعني والله الحرام، المشكلة إنه الجيل اللي مع مارادونا انظلم، إنه بس كل الشهرة أخذها مارادونا، مع إنه الجيل يعني بشكل عام كان أسطوري. يعني شايفين البساطة هي جدا رهيبة. فيليبو أنزاجي، آخ يا أنزاجي، والله يعني راح أنزاجي وراح نيستا، راح جاتوسو، راح سيدورف، كل اللعيبه راحت من ميلان. وطبعا اكيد يعني ما بننسى مالديني، ما بننسى ديدا، ما بننسى يا رونالدينيو. اخر جول يا جماعه، والله اخر جول لرونالدينيو، على الاقل احترم الخصوم. يا الله، ميرسلاف كلوزي مع المانيا، مباراه ال 7-1 اكيد. يعني انا شوف، ما في منتخب بحبه بشكل معين، يعني انا البرازيل لانه كان فيها لعيبه جدا اساطير، يمكن كنت حبه. 2014 ما شجعتهم بصراحه، كنت بشجع اكثر شيء الارجنتين من الضعيفه. ولا راول، لا راول تقريبا بشوط باليسار، ايه راول باليسار، عفوا اوكي. يلا لا اوي يا سكولز، واو شوف كيف عم يضحك، والله قذيفه. وين يا سكولز؟ انا كيف نسيت راول عندي اصلا بفيفا ونسيان انه بيلعب باليسار. هنري، واو يا اخي هنري، من اعظم المهاجمين اللي مروا على فرنسا. شوف كل بساطة على طريقة ابراهيموفيتش،
توتي بالزاوية البعيدة وراح للحارس وبسطها من تذكرها كمان هاي المباراة. أني سنة كانت 2016 أو 2017، بس كمان جول ممتاز. شوف زيدان هذا آخر جول له، يا الله بمنتهى الروقان يعني، آخر جول لكريستيانو كان بالراس وآخر جول لزيدان أيضا بالراس. لكن شوف والله صعبة يعني، ها مالها سهلة، ومع هيك والله لعبها بشكل جدا حلو. كارلس بيول مع برشلونة، آخ يا الكابيتانو يا الكابيتانو، بس والله من بعدك يعني. ودفاع برشلونة ها، لكن هالموسم شوي يعني تراجع، أو مو تراجع، رجع شوي للمستوى القديم. يا الله آخر جول لكريستيانو مع اليونايتد، وجول جدا اسطوري. ضد مين؟ ضد السيتي. احلى وداعية يا جماعة لما تسجل هدف ضد الفريق الخصم. ألان شيرر مع نيوكاسل من بلنتي. ألان شيرر هو هداف نيوكاسل يعني بالمناسبة، اوكي الهداف التاريخي قصدي. اوه يا بيرلو يا بيرلو يا بيرلو، والله كان عند يوفنتوس فريق رهيب ب 2015، وصلوا لنهائي دوري الابطال لكن خسروا وقتها 3-1 ضد برشلونة. تشافي الونسو مع الليفر، اوه بوم يا حبيبي بوم، الله عليك. اوكي ستيفي جي مع الليفر، واو يا جيرارد والله جول جدا حلو. ديفيد بيكهام، شوف روني، شوف روني كان بايفرتون لسه، يا الله الجول الرهيب. يا جماعة شو هالباور شوت، شو 99 قوة التسديد عنده ولا شو؟ خلينا بقى معلش والله بس بدي اعيد. شو يا جماعة والله كذب، شو هاد؟ قديش عمره يعني هون؟ هي من سنة تقريبا يعني، قديش عمره؟ يمكن 34 او يمكن اصغر شوي، وهيك قوة التسديد عنده. خافير زاناتي والله تحرك رهيب، هذا مو تحرك لاعب دفاع، شوف 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 كيف تحركه، يا الله عليك يا زاناتي. رايان جيجز، اخ يا جيجز والله انه كان لاعب يعني مو طبيعي. قديش لعب باليونايتد؟ 23 سنة يمكن، تخيل. دروغبا مع تشيلسي، والله ما بعرف يعني دروغ كبير، كان كل لعيبة برشلونة باسبانيا ولكن حرام يعني طلعوا وقتها من الدور الاول. اوكي نيدفيد جول جدا حلو مع اليوفي، ولحد الان هو بتلاقوه كل مباريات اليوفي، هو ما بعرف شو بيشتغل بنادي يوفنتوس بالضبط، بس في منصب اداري للاعب، اللي بيعرف يعني يا ريت يكتب لنا عن هالشيء. ما له سهله اطلاقا. هاي جوتي مع ريال مدريد، اوكي حظه اقسم بالله حظه جوتي، شوف كيف مدري مين كان عم يحاول يشوطه ما انشاطت معه مرتين، شوف اول مره بتجيب اللاعب، ثاني مره هيك بتروح من على رجله وجوتي بيكملها بالجول. اوكي جابرييل باتستوتا مع فيورنتينا، كان مشهور جدا بفيورنتينا جابرييل باتستوتا، جول كان فعليا مهاجم يعني، لو حاليا عم يلعب بالارجنتين مع ميسي والله انه يعني كان يعني بيكون يعني ميكس خرافي ما بين الاثنين. شيفرانكو زولا مع تشيلسي، اوه الله واو يا جماعه والله جول ممتاز. وطبعا هلا زولا تقريبا مساعد ساري يعني، انا هيك بتوقع، انا شفت اكثر من صوره انا مع ساري وتقريبا مره سمعت هيك. اخر هدف لبيلي مع المنتخب البرازيلي، شوف 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 جاي من بعيد والله جاي من بعيد، واو يا بيلي. بدي المقطع على هيك، مين في لعيبه كان المفروض يجيبوا لنا اهداف وما جابوا لهم؟ والله كل اللعيبه الاسطوريين جابوا لهم اخر اهدافهم مع ريال مدريد، ما بعرف مين في، والله كلهم جابوا لهم، ما شفت حدا ما جابوا لنا، لانه هون عم يحطوا الاهداف للاساطير. يمكن كان في بعض اللعيبه القدامى مثلا مثل رونالدو الظاهره، كنت متوقع انه يجيبوا له اخر جول سواء مع برشلونه مع الانتر او مع ريال مدريد او حتى ممكن مع اي سي ميلان، لكن ما بعرف ليش ما جابوا له. لكن بشكل عام مقطع جدا حلو بصراحه، اخر الاهداف لاساطير كره القدم يعني، شفنا كثير اهداف ومين في والله ما بعرف، بس في كثير اهداف كان ممكن انه يجيبوها كمان، او كثير لعيبه. شو احلى جول شفتوه بهذا المقطع؟ اكتبوا لنا هالشيء تحت بالتعليقات. بالنسبه لي بصراحه جول رونالدينيو كان غير عن العاده، دبل كيك اسطوريه اخر جول له مع برشلونه، فهذا بشوفه احلى جول. انتوا شو احلى جول شفتوه؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وايضا جول كريستيانو رونالدو اخر جول له مو مع ريال مدريد، مع ريال مدريد لانه اهدافه المعتاده هي، لكن مع مانشستر يونايتد الفاول كان جدا رهيب بصراحه،
فهي احلى الاهداف اللي شفتها بالنسبه لي بهذا المقطع. فهيك نقدر نقول وصلنا لنهايه هذا المقطع. لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. ومره ثانيه بقول الف مبروك بمناسبه حلول شهر رمضان. يا رب يا رب يعني الله يا سبحانه وتعالى يتقبل طاعاتكم جميعا. فشكرا لكل واحد تابع المقطع، ولا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، في امان الله.